السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم بمكتبة بيجاسو سبرينج فاي. هي بتتحرك الشعر والملابس والعظم عموما يعني تلقائي، زي ال VRM المودلز بتاع ال VRM في يونيتي و Unreal Engine وكده. بس انا عملتها في بلندر علشان يعني محتاجة في مكتبة الحركة بتاعتي او الموشن كابتشر اللي انا شغال عليها. فخلينا نخش في الموضوع على طول ونجرب المكتبة. هي انا طبعا عاملها انستول، هي اسمها بجاسو سكرينج سبرينج فاي. خليني احدد العظم اللي انا عايز اعمله اخليه يبقى، طبعا هو متحدد انا كنت عامله مجربه دلوقتي. انا عملت انيبل سبرينج والروتيشن مود قفلته، وطبعا دي الحساسية بتاعته او القابلية للحركة وكده، تقدر تغيرها زي ما انت عايز. بس انا شايف ان هي كده على ما هي عليه بتكون حلوة. بس لو انت بتفهم في الرياضة والفيزياء وكده براحتك، العب فيهم براحتك خالص. تمام، انا بشوف بس الشعر اللي انا كنت محدده، هقفل عليه الروتيشن مود كده. في حاجة تاني ما عمل لها روتيشن مود على ما اعتقد؟ لا. خلينا نجربها بقى دلوقتي. طبعا هنا اسماء العظم المتحدد او اللي انت عملت له انيبل سبرينج، وطبعا تقدر تعمله انيبل اس بون كوليدر، او يعني ايه جسم تصادم صلب، ان يعني العظمة اي عظمة تانية تلمسها تتحرك وكده. بس انا طبعا مش هعمل كده لان ده مش منطقي يعني في الحركة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. تمام، خلينا نشغل الأداة على كده. وانا كده عملت يعني حطيت العظم اللي انا عايزه، هي كده اشتغلت اهي. طبعا الانتراكتيف مود ده عشان تجربه من غير كي فريمز، يعني من غير ما تحرك التايم لاين او كده. تمام، زي ما انتم شايفين طبعا قدامكم بيتحرك اهو. طبعا بتقدر تقلل الحساسية زي ما انت عايز وتظبطها زي ما انت عايز. بس خلينا نوقف وخلينا بقى نفعل الروتيشن مود عشان مش منطقي على الشعر يعني انه يتحرك من مكانه. روتيشن مود، روتيشن مود، روتيشن مود. مش عارف في شعر تاني ولا لأ، بس انا كده متهيألي حددت كل الشعر. ايوه كله تقريبا يعني. خلينا نشغلها تاني ونجرب. دلوقتي كده انا على الروتيشن مود. طبعا دلوقتي بتعمل له روتيشن بس مش بيغير اللوكيشن بتاعه، بيحافظ على اللوكيشن بس بيعمل له روتيشن. تمام، خلينا. وهنا في الستارت انيميشن، او يعني لو انت عامل الكي فريمز للتايم لاين. خلينا نجربها دلوقتي كده. هو بيلسن على التايم لاين، اي حركة تحصل على التايم لاين هيحرك الشعر بناء عليه. تمام، فكده بيتحرك مع التايم لاين. يعني لو انت عامل سيناريو انيميشن كامل وكده فتقدر تستخدمها يعني معايا. تمام، خلينا نوقفه ونحط ده، نخليه يرجع في مكانه. خلينا بقى نجرب جسم صلب، التصادم، التصادم مع جسم صلب. طبعا ده هحدد الصندوق ده واخليه انيبل اس اذا مش كولدر، علشان ايه؟ يبقى قابل للتلامس، يعني بيحرك الشعر وكده لو تلامسوا مع بعض. وطبعا تقدر تعمل نفس الموضوع مع العظم، يعني عظمه لما تلمس عظمه يحصل كذا. وطبعا هنا الانفلونس بتاعته والقوه وكده. فخلينا نجرب ستارت. دلوقتي بقى الشعر بيبقى بيتحرك لما بحرك الصندوق عليه، بزقه بالصندوق. وطبعا ده كله من غير سيميوليشن، يعني مفيش اي سيميوليشن في الموضوع، كل ده في ريل تايم. بس انا ده كنت المكتبة دي يعني انا عاملها عشان مكتبة الموشن كابشر اللي انا شغال عليها. ف طبعا انا كده اظن ان انا شرحت كل حاجة. ف وهنا الريفريش داتا علشان تحذف الداتا المتخزنة وتعمل داتا من جديد، يعني من الصفر، تبدأ من الصفر. وهنا الكلين، الكلين علشان تشيل كل الداتا المتسجلة. هتقول له ايوه انا فاهم انا بعمل ايه، وهتدوس اوكي هيحذف لك كل حاجة كده. دلوقتي مبقاش في اي حاجة بتحصل. تمام، اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وشكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.